fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Nous li oulioum pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum, inshallah tkounou bkhir wa ala khir wa fi ahsan l'ahwal. Jbt lkoum lyoum wasfa khfifa, un biscuit très léger et facile à faire. Et j'y sahel les moubtadi'at ou les bnitat sghar li ihbou yitalmou ou yedkhlou l'cousina. Yamnou des biscuits faciles. C'est un genre de despacito. إذا كنتي أول مرة تدخلي القناة اشتركي فيها وفعلي الجرس كي يصلكي كل جديد. شكرا. نبدأ على بركة الله. هذا كما قلت لكم سي ان جور دو ديسباسيتو، هذاك بسكوي تري ليجي يجي مليح للقهوة تاع العصر. في ان ريسيبيون نحطو كاس سكر، الكاس يكون ناقص ان دوا باش ما يجيناش ترو سكري. نعملو معاه 4 تاع البيضات كما راه موضح في الفيديو. نكسر البيض بيان سور مع رشه ملح باش نوزنو الذوق، ونعملو معاه لافاني، فاني ليكيد ولا تاع لي ساشي ولا هذيك اللي تنباع بالميزان باش يجي البسكوي بنين. نخلطو مليح مليح، نحركو بالباتور، سي امبورطون نحركو بالباتور. نزيد كاس سكر و ناقص ان دوا، نبقى نزيد به نزيد فيه بشويه بشويه على 3 دفعات بيان سور مع التحريك المتواصل حتى الخليط يبيض ويولي اونكتو. نخلط مليح ونزيد له كاس حليب ماشي معمر، ونزيد بشويه مع التحريك المستمر. هاد لا كونتيتي تعمل لكم دو بيسكوي. نعبر الفرينه 3 كيسان مع نص كاس كاكاو ونغربلهم بيان سور توجور مع التخليط. نزيد له خميره كيميائيه تاع الحلويات. نخلط الكل جيدا. هاد الكمية تاع الوصفة تعمل لي دو بيسكوي. نحرك مليح، هنا راني زدت الكاكاو مع التحريك المستمر. ندهن سواني مدورين بالزبدة ونرشم الفارينة جو شوميز لو بلاطو، ونحط الخليط يطيب على 180 درجة على فرن مسخن مسبقا. وهاد لي بيسكوي طيبو لمدة 30 دقيقة. اللي عندها الفونتيلاتور تعمل الفونتيلاتور تاع لو فور. كي يخرج الكاطو وهو سخون نعمل له الحليب، حليب بارد. ندهن هذاك في ساعة يشرب الحليب، ونوجد لا شانتيي نفس كميه بودره الشانتيي نضيف لها كميه الحليب البارد، والحليب يكون فريمون بارد بزاف. تادو حتى الريسيبيون تحيوه في الكونجيلاتور باش يكون بارد، ونحرك نطلعو بالباتور.
شوفوا كيفاش تطلع لا شونتيي، تعمل هذاك لو باك دوازو. هنا نفس كمية الحليب نزيدلو كمية الشانتيي. بعد ما البسكوي يكون برد نزيد عليه هذيك لا شانتيي اللي نكون وجدتها افيك اون سباتول. ما كاش ما اسهل، سي تري فاسيل افير. وهنا نوجد اون غاناش، اون طابلة تاع شوكولا، نزيد لها كاس تاع لا كريم ليكيد في كاسرونه على نار متوسطه، نحطها فوق النار، نحطها فوق الكاطو بعد ما يكون برد بيان سور. هذيك لا غاناش نحطها فوق الكاطو يكون بارد، نحطو يبرد اي فوالا لو ريزولتا. نزينو بالشي اللي يكون عندنا. بون ابيتي. بقى لي غنقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.